مشاهدينا في نشرة جوية جديدة من أونلايف اليوم الجمعة. طقس معتدل شمالا وحتى شمال الصعيد، يميل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل وبارد في آخره، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة في شمال البلاد. وننتقل إلى سرعة الرياح، ففي السواحل الشمالية الغربية تبلغ سرعة الرياح إلى 15 عقدة في الساعة، ومتوسط الرطوبة بين 75 الكبرى و40 الصغرى. وفي الوجه البحري والقاهرة تصل سرعة الرياح إلى 10 عقدة في الساعة، وتتراوح الرطوبة بين 75 الكبرى و30 الصغرى. وفي شمال الصعيد تصل سرعة الرياح إلى 14 عقدة في الساعة، ومتوسط الرطوبة بين 65 الكبرى و25 الصغرى. وننتقل مشاهدينا إلى أحوال الطقس في محافظات مصر، ونبدأها بالقاهرة، حيث تسجل الكبرى 29 والصغرى 19، والأجواء صافية نهارا وذات غيوم متفرقة ليلا. وفي الإسكندرية تسجل الكبرى 27 والصغرى 20، وتوجد غيوم متفرقة نهارا والجو صافي نسبيا ليلا. وفي بورسعيد تسجل الكبرى 25 والصغرى 23، حيث الغيوم المتفرقة أغلب الوقت. وفي أسيوط تسجل الكبرى 30 والصغرى 17 والجو صافي نهارا وليلا. وفي المنيا تسجل الكبرى 29 والصغرى 18 والأجواء صافية طوال الوقت. وفي شرم الشيخ تسجل الكبرى 31 والصغرى 23 والجو صافي نهارا وليلا. وفي أسوان تسجل الكبرى 35 والصغرى 20، حيث الأجواء الصافية طوال الوقت. وفي الأقصر تسجل الكبرى 33 والصغرى 18 والجو صافي طوال اليوم. وفي حلايب تسجل الكبرى 33 والصغرى 22. وننتقل إلى أحوال الطقس في الدول العربية التي تشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وخصوصا ليلا، وإلى بيان بدرجات حرارة عدد من العواصم العربية، ونبدأها بطرابلس، حيث تسجل الكبرى 26 والصغرى 19، وفي دمشق تسجل الكبرى 28 والصغرى 13، وفي الرياض تسجل الكبرى 37 والصغرى 22. وفي أبو ظبي تسجل الكبرى 35 والصغرى 28، وفي الجزائر تسجل الكبرى 27 والصغرى 14، وأخيرا في القدس تسجل الكبرى 24 والصغرى 14. والآن مشاهدينا انتهت نشرتنا الجوية، وفي أمان الله.